لا، السلطة حاولت تفرض بعض الأشياء اللي هي رفضتها. يعني أذكر في سنة 1991 الحكومة حاولت تفرض منطقة الكده كمنطقة مشتركة لكل المناطق الثلاثة اللي يتم فيها التهجير، ورفضناها، اللجنة رفضتها. وللأسف من البداية تعامل السلطة مع المهجرين ما كان، يعني أنا ما بسميه يعني ريسيتلمنت، يعني ما إعادة استقرار. يعني الحكومة كانت في همها الأكبر إنها تزح الناس الموجودين دي من المنطقة دي عشان تبني السد بأقل تكلفة ممكن. وانا حاسس بالكلام ده بالشيء حاسس له اللي قدام، يعني باقل تكلفه ممكن تزيح الناس من المنطقه دي عشان تبني السد بتاع ده. ما عندها قضيه بالناس المهاجرين دي اللي يحصل لهم شنو ما يحصل لهم. ليه؟ لانه بعد ما تم التهجير، وزي ما قلت في تفاصيل كثيره انا هضطر اتجاوزها لانه الزمن ضيق، تم تفكيك اللجنة الثلاثية دي اللي بتمثل المهجرين والتعامل معاها بكل لجنة. يعني السلطة رفضت التعامل مع اللجنة كجسم واحد. ومش كده، مو يعني الحاجة اللي عملوها للأسف، اقتحموا المكتب اللي كان بيمثل اللجنة، كان فيها رئاستها من الحمداء وفيها سكرتيرة كان من أمري ومن المناصير. اقتحم المكتب، الأمن اقتحم المكتب وشال كل المستندات اللي بتخصهم، واعتقل ما اعتقد منهم، وأجبرهم لأنه يتعامل معاهم فرديا. ليه؟ لأنه وجد إنه التعامل معاهم كهي مجموعة من المناطق الثلاثة بيصعب يعني تمرير أي حاجة فيهم. فكان لا بد من تفكيكهم يعني. وفعلا نجحوا في التفكيك بالعقليه الامنيه. يعني للاسف السلطه كونت مجموعه اللي هو خاصه بامن سمته امن السد. يعني السد عنده امن خاص به، همه الاكبر انه يضعف ويعتقل ويعزي اي شخص ينادي بحقوق الناس دي. وفعلا نجحوا في الحاجه دي، وتم التعامل مع المناطق الثلاثه كل منطقه على حده. والكلام ده بالمناسبه يا اخوانا، لانه الراي العام بيفتكر انه اهل الحمدان وامر والمناصير يعني رحلوا، الجزء رحل منه ورحل منه عن رحل للمناطق المهجره عريضه تام يعني. وده للاسف ماشي تم يعني، لكن كان فرض علينا انه نتهجر نمشي للمناطق اللي ادونا لها، لانه احنا منطقه الحمداء نامين. فرض علينا المنطقه بتاعت المنطقه اللي لسه حاليا موجوده، نحن عن بطل ابينا الحمداء تماما كنا رافضين لمشروع المنطقه، المنطقه اللي تم لسه حاليا التهجير لينا. ليه؟ لانه نحن كان عندنا راي كثير جدا انه المنطقه من ناحيه تربه فقيره، من ناحيه انها بعيده من النيل، من نواحي كثيره جدا. وحتى الكلام ده اعتقل عندنا، كوننا لجنه، كونت لجنه بتمثل لجنه عليا بتمثل منطقه الحمداء. في زياره الرئيس البشير لكريمه نحن رفعنا الافتاء رفضا للمشروع المنطقه، لكن فرض علينا فرض وتم اعتقال رئيس اللجنه اللي بتمثل منطقه الحمداء، واجبرنا على الرحيل الى منطقه المنطقه. المهم باختصار، لانه انا جاي للحاجه المهمه، انا من البدايه كنت اقول انه العقليه اللي تم بها التهجير، تم بها الفهم اللي تم بها التهجير، ما تهجير، انا ما بسميه ريستلمنت، ما اعاده استقرار.
الفهم كان انه الناس زي ما تطلعوا من المنطقه دي وطيف الشيء اللي يحصل لهم ما مهم، المهم انه نحن دبنا السد. تم توزيعنا نحن زادنا لاربع مجموعات، التحكيم ما تم في 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 بمجموعه واحده، تم تهجيم تقسيمنا لاربع مجموعات من سنه 2000 بدا التهجير في منطقه الحمدان، سنه 2003 دي اول مجموعه رحلت للمشروع اسم المنطقة. ونحن حقيقة يعني كل الدراسات نحن حتى عندنا في اللجنة كانت عندنا مجموعة من المنطقة عندنا دراسة لتثبت انه مشروع المنطقة ده تغيير، لكن ما كان عندنا الغالبية ما كان عندنا خيار. ليه؟ لأنه أي شخص يعني يتحدث عن مشروع المنطقة أو غيره أو غيره بأنه فقير أو يحاول يأثر على الحته دي تم اعتقاله. انا تم اعتقالي وغيرنا من الناس اللي فاهمين الشيء اللي بيحصل ده هي هو جريمه تم اعتقاله واسكاته باي طريقه او اخرى. المهم تم تهجير الفوج الاول على اربع افواج من سنه 2003 تم تهجير الفوج الاول، والفوج الاول للاسف مشى يستلم التعويضات، والتعويضات طبعا يا اخواننا الشيء اللي قاعد يجيبوه في التلفزيون ده انه نازل شايل لهم جزء من بتاع القروش. انا دا اوضح الفكره دي لانه فهم السودانيين كلهم انه انا دا اقول لهم يعني مجموعه كبيره جدا من الناس بيقول لي انتم الحكومه يعني ادتكم تعويضات كافيه. يعني الشيء اللي تم الاعلام الشيء اللي تم ده ما حقيقي. ليه؟ لانه نحن عندنا النخله تم تقييمها ب 500,000. النخله انا واحد من الناس عندنا نخل من جدا بنبني ثمار بس حاليا يعني بيعيش فترات طويله جدا وما بعد ما مكلف يعني. وال 500,000 دي بيتم يعني بتدوك لها خلال بتقسم لي 6 سنوات على اقساط. 6 سنوات بتدوك لها يعني ما بتدوك لها كاش كلها. اولا استلمنا او الغالبيه استلمت التعويضات بتاعتنا دي ومشينا للمشروع. الفوج الاول تم وجد المشروع ما جاهز للاسف. الرمال كيما المشاريع او البلوت الموجوده يعني هي عباره عن اكوام من الرمال و لمده شهر مش شهر كامل سنه كامله الناس كانت قدر القروش اللي شالتها من التعويضات دي كانت بتاكل بيها وتشرب بيها. ما في اي عمل لانه القنوات ذاتها ما كانت فيها مشكله. ثم ثانيا الاعلام له دور كبير جدا في تغيير الحقيقه. يعني انا واحد من الناس كنت حاضر عشان يثبتوا انه مشروع الحمدان تم الري اكتمل. التصوير كان الحواشه بيكون فيها 3/4 رمال بيصوروا يعني اذا كان ده البلوط اذا كان موجود كده دي الحواشة اذا كان موجود كده 6 فدان في جزء منها بتخش فيه المويه بتم تصوير المنطقه اللي بيكون فيها المويه على سن المشروع كله شيء. ده الشيء تم. بعد ذلك طبعا الناس تمت سنه كامله والناس قدر التعويضات القروش اللي شالتها ابتدت يعني اصلا معظم الناس اللي في الحمدان هم مزارعين يعني مهنتهم الاساسيه غالبيه مزارعين يعني ما عندهم مهن. فبرضو حاولوا يستصلحوا الاراضي دي ويشتروا من الموالح وغيره عشان يزرعوها. وبعد ذاك للاسف الحاجة اللي حصلت
يعني جل فوق الثاني والثالث طبعا بنفس المشاكل الموجوده في المشروع. وانا ما اقدر اتحدث عنها بتفصيل زي ما قلت لكم لانه الوقت ضيق، لانه عندي حاجه مهمه انا اقدر اتحدث عنها اقدر اشير لها، لانها هي حقيقه هي المشكله الاساسيه حاليا لحد الان بنعيشها. باختصار المشروع ما كان جاهز. انا ما اقدر اتكلم عنه بتفصيل زي ما قلت لكم لانه الزمن يعني. باختصار المشروع ما كان جاهز، وتم تهجير الفوج الاول والثاني والثالث والرابع بالمشاكل، كميه من المشاكل والقضايا واتفتحت قضايا في المحاكم وغيره وغيره، وتم التهجير. والناس قدرت التعويضات الشهرات زرعت بيها. المشكله الحقيقيه كانت بيه للاسف كانت في البيارة الأساسية بتاعت المشروع. البيارة الأساسية بتاعت المشروع اللي يفترض عمرها الافتراضي المفروض يكون 25 سنة، وخلال 5 سنوات ما تصان خالص. ده الشيء المفروض يتم يعني خلال 5 سنوات ما تصان، بعد 3 سنوات فقط. يعني نحن قدر التعويضات جبناها كلها زرعنا بيها خلال 3 سنوات بس. 3 سنوات المشروع توقف تماما. المشروع توقف تماما. البيارة الرئيسية توقفت تماما. طبعا نحن ما عارفين الشيء السبب الاساسي كان، لان نحن كنا بعيدين عن الادارة، مبعدين عن الادارة. الادارة كانت عن طريق إدارة المشروع ذاته قايم بها الست مربي الدنيا بتاعتها، هي القايمة جايبة لها المدير بتاع المشروع وغيره وغيره. نحن ما كنا فاهمين السبب شنو. المهم كان في أعطال مستمرة في في في, في البيارة الأساسية للمشروع. بعد 3 سنوات إدارة الست مربي حاولت تتخلص من المشروع وترميه في الولايه، والولايه طبعا ما عندها قدره، الولايه الشماليه هي ضعيفه جدا ما عندها قدره ماليه انها تدير لها مشروع زي ده. المهم بيمر لفوا دوران وبعد يعني غيرونا نحن ذاته من التسليم والتسلم. المهم الولايه استلمت المشروع، وبقى نحن مشكلتنا في انه كويس جدا. معلش لانه انا الزمن بس النقطة الأساسية أنا أريها. الولاية استلمت المشروع، وبعد 3 سنوات نحن اكتشفنا إنه الأعطال زادت والمشروع توقف تماما. وعندنا اللجنة الزراعية واللجنة بتاعت اتحاد أبناء منطقة الخرطوم مشت لعلي عثمان محمد طه النائب الأول، وعلي عثمان محمد طه كون لجنة برئاسة البروفيسور الزبير محمد طه، والزبير كون لجنة فنية تكنيكال كوميتي، يعني لجنة فنية عشان تقوم بدراسة المشروع. اللجنة بدراسة عبد الحليم الحسن، اسمه عبد الحليم الحسن من وزارة الزراعة الاتحادية، وكان فيها عضوية من عضو من وزارة الزراعة فيدرال مينستري، وفيها من وزارة الرعاية الاجتماعية عضو، وعضو من اتحاد الحمدان، وعضو من وحدة السدود، وعضو وحدة السدود حضر الاجتماع الأول فقط، الاجتماع الثاني غاب منه، وابتدى يعيق عمل اللجنه الفنيه. لا مدير لجنه فنيه، نحن ما كان عندنا، هي اللجنه اللي قامت بالدراسه الحقيقيه عشان تعرف اعطال المشروع ده شنو يعني. فطلعت بتغريد، التغريد للاسف يا جماعه في اعلان خفيف كده، اخونا بلير قاعد بيوصلنا الصباح لندن بدري، نحن عايشين جاي منها، فحنقوم لو سمحت لي استاذ ابو بكر انه نمد الزمن بزاف لتاريخ على سبيل عندك تفاصيل.
انا والله جيت وغادي جاوزت على افضل 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 زمن يعني افضل تقوله لانه اخونا بريد مشكور بقى له كلمتين صراحه طالما جينا احسن نحن انا كنت اوصل للنقطه الاساسيه دي عشان اوضح لكم يعني الحاجات من الحاجات اللي تجاوزتها انه نحن يعني من البدايه من فكره التحيز هذا يعني نحن يعني عارضنا وقاومنا وتم اعتقالنا وضربنا في الحمد لله قبل ما نهاجر اولا ثانيا بعد 3 سنوات والمشروع ماشي متدهور للاسف لحد الان لا غير على عصام محمد طه في 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 بدايه التهجير جاء وكان في دي زياره بس بدايه التهجير ما جاء البشير رئيس عمر البشير لحد الان جاء مره واحده وجاء سيكريتلي بالدس بعد 3 سنوات يا خاشي الحمد لله ومعاه وهو معاه وخشى وطلع ما اخذ له 10 دقائق ليه؟ لانه عارف انه لو هو الناس عرفت ما كانت حتخليه ما احنا ما حكايه نقتله ولا غير الفهم ده معنا لكن كان حيجو كلام مر وما حكان ما كان حيتقبله المهم من الحاجات اللي انا برضه تجاوزتها يعني ما ممكن دوله تهجر لها مجموعه زي دي في مشروع والمشروع بيبعد حوالي 7 كيلومتر من النيل انت بي 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 يعني بي بي في الاجتماع بتاع مجلس الوزراء لو بتتذكروا كان في 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 مروي كويس في الست الاجتماع ده حشد له حشد كبير جدا وبيو الطريق طبعا عارفين من ام درمان بيجي الملتقى الحته اللي احنا تم تهجيرنا لان الملتقى دي هي عباره عن عصيريه اللي بيتفرع منها طريق للقنبله وطريق لكريمه يعني اي شخص جاي من ام درمان جاي يسد لازم يوقع على المنطقه كل الوفود الجادي واحتفالا بالسد وغيره جو ومروا بمنطقتنا دي ومشوا لحتى تم الاحتفال بمشروع بتاع السد بعد قفل المويه والمهم الشيء تم ما في شخص واحد منهم زارنا او قال يشوف النزل اللي حصل للمشروع والمشروع ماشي في تداول للاسف بعد ما اللجنه اكتشفت اللجنه الفنيه اللي كونها علي عثمان وكانت بعضويه اشخاص نحن ما لنا علاقه بهم من الدوله تكنيكال يعني هي تماما يعني التقرير الصراحه كالاتي البياله بتاعت المشروع الرئيسيه وده يمكن الشيخ خلى وحده السدود تحاول باي طريقه تتخلص من السد عشان تتخلص من المسؤوليه. اكتشفنا انه البياله بتاع السد محطوطه في ليفل غلط، خطا فني. المستوى الموضوع فيه البياله خطا فني. ثانيا البياله ذاتها هي كانت سكند هاند ما كانت جايبينها سكند هاند في البدايه نحن الحاجه اللي قالوا علينا انها هي جات شركه انجليزيه ولا غيره وفي النهايه اكتشفنا انها من شرق اسيا كان ما معروفه جايبه كوميشن جايبه شو جايبه مين جات ثانيا موضوع ذاته في ليفل غلط ده من ناحيه لو في زول عنده علاقه بالحياه دي هي بيحصل حاجه اسمها يعني حتى التقرير نحن استلمنا كوبي منه يعني بتحصل حاجه اسمها التكهف دي يعني الماسوره الرئيسيه اللي بتجر المويه هي مخطوطه قريبه للسطح الجر لانه المشروع كبير جدا ضخم يعني
الجلد بيقوم يعمل حاجة زي الدائرية كده عندنا زمان في الشمالية سماش زي الشينة كده. دي بتؤدي لأنه ال بتكسر ال 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 بتكسر ال المشروع سوري بتكسر الآلات بتاعت البيار بتاعتها بتنتهي بسرعة يعني بيسموه التكهف يعني. الكلام ده تقريبا أصلا مكتوب من مصر وكتبته اللجنة الفنية. بعد ذلك شوفوا الطريقة بتاعت التعامل معاهم، وحتى اللجنة الفنية وضعت الحلول، الحلول وضعتها كالآتي. طبعا نحن خلال الكلام ده كان سنة 2005، من 2003 نحن كل التعويضات اللي عندنا زرعنا بيها وللأسف فقدناها تماما كلها. يعني قدر التعويضات شيلناها زرعنا بيها فقدناها مات. وحتى اللجنة يعني جات وكانت فيها لجنة ويلفير، لجنة من عضو من الوزارة الرعاية الاجتماعية كان موجود، والتغريد زي ما قلت لهم قال انه الخطأ خطأ فني اولا، ثانيا طلع تقرير سوشيال تقرير اجتماعي وقال يعني كتب الكلام ده مكتوب كده دوكيمنت عندنا يعني انه منطقة المنطقة بقت افقر منطقة في الولاية الشمالية، اكثر منطقة بتتلقى الزكاة المنطقة بتاعتنا بتاعت المعجرين وافقر منطقة. ليه؟ لانه نحن الحياة عندنا كلنا كلها فقدناها، وأرضنا بقت تحتسب يعني ما عندنا موارد ثانية عشان يعني نبني منها مال يعني. ف الحلول كانت كالآتي، انه يكون في حل إسعافي سريع يتم تعويض الناس دي بدل الحل الإسعافي، والحل الإسعافي هو ما حل يعني، حل مؤقت لحد ما تتم تغيير البيارة، يكون في حل جذري ويتحدد له الحل الإسعافي ده خلال أكثر حاجة سنة كاملة، ما أكثر من كده. في الوقت ده يتم الحل الجذري. الكلام ده سنة كم؟ سنة 2005. وأس حاليا كم؟ 2015. 10 سنوات الحل الجذري ما تم. نحن لجانا شالت كوبي من التقرير بتاع اللجنة، والتقرير بتاع اللجنة مش وصل لعلي عثمان بعد هم طبعا بطريقتهم الخاصة بيكونوا وصلوه، لكن نحن كلجنة بتاعت المنطقة شلنا كوبي من التقرير بتاع اللجنة الفنية وصلناه تاني اللي احنا بلانا وصلناه للبشير لنافع وما نافع ولغيره كلهم وصلنا لهم. التقرير بيقول انه المفروض يتم طالبنا بتنفيذ التقرير فقط ما اكثر من كده، لكن لحد الان للاسف ما تم حاجه. بعد سنة يعني نحن افتكرنا انه خلاص الموضوع ده حيتحل يعني. بعد سنة والحل ما تم، تحرك مجموعة من القريتين، طبعا نحن تم توزيعنا لقريتين، قرية 3 وقرية 2 طبعا بالمسميات زي الشيء اللي حصل في حلفة بالنمبرز بالأرقام يعني، قرية 2 وقرية 3 تحركت مجموعة من قرية 2 و 3 بعد ما يئسنا يعني. ما في زول ما وصلناه، وما نحن الحاجة المطالبين بها شنو؟ مطالبين بانه يتم يا اخي انت اخطأت خطأ فني ومفروض تتم محاسبة يا اخي، حتى لو ما تم المحاسبة
يا اخي يا اخي جيب لي بياني كده خلي المزارع واصله زراعات دي يعني على الاقل يعني الحاجه دي ما تنمو. بعدين هنا اضطرينا او لجأنا لاعتصامات واعتصمنا داخل القريه الاداريه وما في زول يشتغل فينا. بعدها قمنا قطعنا الطريق اللي بيودي من ام درمان لدنقلة قطعناه يعني على الاقل عشان الناس تريد تفوت لنا يعني. وعندنا ما يسمي بانه نحن اتضررنا يعني. والحاجه اللي بتثبت انه نحن اتضررنا الكلام ده ما قلناه نحن، قالته لجنه فنيه يعني ده ما كلامنا يعني. للاسف تم التعامل معنا برضو بالعدليه الامنيه اللي بتتعامل بها السلطه مع اي مجموعه زي دي، وتم ضرب المواطنين ضرب يعني ضربوهم بالرصاص يعني. والجزيره حضرت كانت في الفتره دي ووثقت الكلام ده، والكلام ده في قناه الجزيره. لكن للاسف ما حصل اي حاجه وفقدنا كل اي حاجه عندنا فقدناها. وابناء المنطقه بقت خاليه هسه حاليا، ما موجود فيها مزارعين، حكايه زراعه وما زراعه هناك بقت كلام فاضي ساي. الناس تهجرت، مشت جزء مننا مشوا يشتغلوا في المزارع جنبنا، في جزء يتشرد مشى للذهب مشى ما عارف للسمك مشى للسمك. حاليا القريه ثلاثه والقريه اثنين ما بيسكنوا الا الناس العجايز الكبار ما عندهم قدرين يرحلوا، والنساء والمعلمين فقط. بعض المعلمين في مدارس المنطقتين دي حاليا ده الوضع لسه حاليا موجود في المنطقتين الى الان بالحاله دي. والمشروع متوقف تماما ما في وين. الناس اللي عندهم قدره ماليه ضموا حفروا لهم ابيال ويبتدوا يمارسوا الزراعه بتاعتهم وعلى عدد بسيط جدا ما بيسكر. انا دي الحته الاساسيه كنت دايرها قبل من البدايه قلتها انه تم يعني دي جريمه كانت في حقنا. ولحد الان هم كل اي شخص منهم نقعد معاهم نتحدث معاهم يقول لنا يا بس والله فعلا مظلومين على القمه القيادات بيقول انتم مظلومين. كويس يعني احنا مظلومين، حلوا لنا مشكلتنا دي يعني. لكن للاسف ما في حاجه. ف انا جواز حاجات كثيره جدا، فلانه زمن شويه ضيق. من ضمن الحاجات اللي انا اتجوزتها اللي كنت دارس كلها اللي هو انه اداره السجون نحن كنا مستغربين يعني. هي على علم تماما والدوله على علم تماما بالمشكله بتاعتنا. مشكلتنا محتاجين لبيان الدوله كانت بتصرف ملايين الملايين عشان تنقل الناس من الخرطوم وغيره وغيره. ممكن الكلام ده كله ما سمعته عشان يمشي يزور البودي بتاع السد، لكن ما في شخص واحد بيجيبوهم بيزورون المناطق المعدنية. وحتى لو جابوهم بيجوا ببصات وبيلفوا لفوا وبيمشوا، ما بيخلوهم يتحدثوا مع الناس المعدنية، بس لفه سريعه كده ويمشوا. ده اذا جابوهم يعني. ما عارف انا هل هم اهتمامهم بانه الناس تشاهد السد، وده فعلا فهمهم يعني انه دايرين من السد يعني.
لكن المهاجرين اللي يحصل لهم شنو ما مهم جدا. ملايين الملايين القروش كانت تصرفت في نقل الناس عشان بالباصات بطائرات بغيره بغيره، جزء منها نحن للاسف نحن يعني لو جزء منها كان صرف ل للمشروع بتاعنا ده للبيار الاساسي بس مطالبين يا اخواننا نحن بابسط حقوقنا، ابسط الحقوق بياره فقط، ما دايرين اكثر من كده. معظم الناس يعني نحن وصلنا لمرحله زي دي يعني للاسف بيقول لك في التلفزيون انه الناس دي اديناهم مباني، بيجيبوا بعض المباني كده بتاعت الغير ويفهموا الناس انه الناس دي يعني اوضاع مستقره، ويجيبوا بعض الناس في الصيف اسماء الصيف الواحد يكون مسافر له قروش، القروش اللي بيصرفوا دي يا اخوانا بيكون صح شايل له ملايين، لكن الملايين القروش رزم بتاع القروش كده بيكون شايلها، لكن ما حقته الخاصه دي حقته حق اخوانه وحق غيره وغيره، دي بيكون شايلها بيوضحوا للناس انه الناس اللي اديناهم والله قروش كافيه وهذا سكرناهم والمشاريع زي ما قلت لكم والله يا اخوانا والله لانه كان بيجي يصوروا الحواشه عشان يثبتوا للناس انه المويه دي خشت في الحواشات والناس دي استغلوا الحواشه تذكر بعض بيكون رمال عباره عن رمال في جزء منها بسيط جدا بيكون يكمل مويه التصوير بيصور الحته اللي فيها مويه يعني شوفوا مستوى الغش واللف والدوران اللي بيجي البيوت من ثاني مطر من ثاني خليفة ولا ثاني خليفة جاء الخليفة شال عدد كبير جدا منها حصلت كارثة زي دي في سيول لأنه للأسف بنوا بعض البيوت في المجرى بتاع السن في المجرى بتاع السن بنوا ناس فقدت البيوت وعمال زول بيعوضهم ما في تعويض حصلت حاجة زي دي ما في مصر بعوضة ما في بيشتغل بيها خالص جيانا ما منطقتنا نحن حاجات أهلية كده حوالي نشوف مساعدات من هي اللي جري مساعدة اللي ضرروا يعني لكن ما في فروق دي البيوت البيوت ذاتها هي ما من طوب البيوت من الطوب الأخضر وبكون يعني مبيضينها بالأسمنت يعني عشان كده انا صمدت قدام امام اول خليفه يعني. دي البيوت اللي بيجيبوا شكلها في التلفزيون بيوت جميله وشكلها غير وغير 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 يعني للاسف الاعلام ذاته لعب دور كبير جدا في انه يصور للناس انه ناس الحملات دي ما عندهم اي مشكله وفي ناس كتار جدا من المناطق كبيره جدا بيقول لي يا اخي انتوا ناس الحملات انتم الحكومه يعني ادتكم ما ادتكم ما عارفين انه احنا ايش حي اشتريناها دي وزرعناها فقدناها كلها وما عارفين انه نحن اصلا حاليا منطقه الولايه الشماليه افقر منطقه منطقتنا منطقه المنطقه افقر منطقه وباعتراف وزير الاعلام الاجتماعيه في الولايه والتقرير تتم منهم موجود دوما عندنا موجود يعني لحد الان لكن ما حد ضغط على الناس حاليا وما في زول بيصدقك حاليا يعني نحن حاولنا يعني حتى للاسف يعني شعب السودان غالبيته يعني ما في زول بيصدق انه الناس زي يعني وصلوا لمرحله ليه؟ لانه الاعلام زي ما قلت لكم لعب دور كبير جدا فيه بالإضافة لإلى كان في تجنين كان في بدين اعتقالات أنا واحد من الناس تم اعتقالي أكثر من ثلاثة أربع مرات في شو؟ لأنه من كوين ليلة لجنة عشان نمشي نصل نحاول نعتصم نحاول نغير يعني نوضح للناس إنه نحن ظلمنا يعني أو نغيرنا دوال يعني أنا هناك في الخرطوم كم مرة تكلمت في بعض الندوات لم تحكي انا بتكلم عشان ما حد احنا ما تكلم عن اسقاط نظام ولا غير ولا غير عشان وهو من حد من حقوقنا احنا نتكلم في اسقاط نظام
الامام في غيره في غيره. نحن الحاجه اللي تكلمنا عنها انه نحن ظلمنا ما اقدر من كده. دي ما قدر يخلونا فيها، يعني انت بتظلموه وما قدر يخلوك حتى تقول تثبت للناس انك ظلمت. لانه نحن مظلومين ومفهمين الناس انه نحن ما مظلومين، نحن ما عندنا حاجه. نحن زالنا عشان المعلومه دي عشان نصحيح على الناس، ما يخلونا نصحيح على الناس. وعندنا ما يزيد الكثير جدا يعني. لكن ما للاسف ما يعني ما الدوله تعاملها غايت انا ما يعني ما فهموا يعني هم يعني نحن عملنا ليه ومش شنو يعني انا مستغرب لحد الحاجة والله يعني نحن عملنا شنو يعني زمنا كان شنو ما عملنا يعني يا شكرا للاستاذ طارق عوض، وهو يعني من مشروع جزء